ضمن الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، أقام مركز الأورام السرطانية في القامشلي ندوة حوارية حول آفات هذا المرض والآليات المتخذة للتخفيف من خطورته من خلال الكشف المبكر عنه. احتفاء بالشهر العالمي للكشف المبكر عن سرطان الثدي وسبل الوقاية منه، تقوم مديرية صحة الحسكة بأنشطة تثقيفية توعوية مختلفة، كما تقوم جميع مراكزها ونقاطها ومشافيها وكذلك الهيئة العامة للمشفى القامشلي الوطني بإجراء كافة فحوصات الثدي بالإضافة إلى إجراء الإيكو والمامو جرام. في جهود كتير كبيرة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بس طبعا هذا ما رح يتحقق إلا بتعاون السيدات، يعني كتير الوسائل متاحة لكل سيدة للكشف المبكر، بس المطلوب هو التعاون من السيدات من المجتمع كله لحتى نوصل لشيء كتير مهم اللي هو الكشف المبكر، يلي هو كتير عامل حماية للمجتمع كله وللأسرة. تهدف المحاضرة إلى تسليط الضوء على أهمية المتابعة الدورية للسيدات بكافة الأعمار في القامشلي، والتوجه إلى جميع المراكز الحكومية الطبية المجانية من أجل الفحص السريري وتصوير الماموغراف خلال شهر تشرين الأول بالكامل. نحن هلا بشهر القضاء على سرطان الثدي، في حملات مكثفة لمدة شهر كامل، ونحن بمديرية صحة الحسكة بالتنسيق مع شعبة الحزب اليوم عملنا محاضرة، إن شاء الله تكون استفادت منها النساء ويستفادوا من كل ملاحظة من كل فحص دوري لإلن، يفحصوا حالا أي عامل خطورة يلحقوا بالمراحل الأولى. الشكر الجزيل لوزارة الصحة ومديرية الصحة بالحسكة على هذه المحاضرة اللي تخص سرطان الثدي والتوعية بسرطان الثدي. طبعا ننصح جميع النساء بالالتزام بالفحص الدوري. استفدنا شلون نفحص الصدر ومشان ننصح غيرنا كمان، وشلون كل شهر يعني بدنا نهاي ونروح على الماموغراف. كانت محاضرة رائعة، استفدنا كتير توعية كتير كويسة، وكتير مهم انه اي مرأة تكون مهتمة بهالموضوع، كل الأمور المحيطة بهذا المرض وعلاجه والكشف المبكر عنه. ندعو كل النساء أن يذهبوا للفحص وأن يتابعوا مثل هذه الندوات. ننصح المرأة تحضر هالمحاضرات حتى تفهم، تكون واعية بهالشيء. تهدف الحملة الوطنية ضد مرض سرطان الثدي إلى جعل سوريا خالية من هذا المرض ونشر الوعي للوقاية منه وأهمية الكشف المبكر عنه.